ايوه. طب وكتاب اللا قصتك دي لو اتعملت فيلم في حد هيصدقها وهيقولوا ان احنا بننتش عليها. طب ايه رايك بقى؟ انا خايف احكي لك اكتر. تقول البت لسعت ولا مخها كو؟ ما تسيبك من الحرق ده بقى، ده انا قلبي هيرفرف من الفرحه انك لسه عايشه يا بنت. ده انا لعيبه كنت مسكت الكورنيش ده كله راس من اوله لاخره. ستي ما تعرفيش انا ايه اللي جرالي لما شفتك في الثلاجه بعد الشر عليك يعني؟ مش انت، انا قصدي على البت اللي اسمها منار دي، فكرتها انت؟ ما اعرفش يا ولا، ما اعرفش البت دي طلعت لي منين ولا تعرفني ازاي. يعني اول ما شفتها افتكرتها عفرتي. غريبه قوي البت دي، يعني هي ظهرت لك في المحطه وقالت لك السلامات وراحت نط حضنه القطر. ادتني ظرف صغير قد كده اهو، في عنوان في مصر، قالت لي روحي العنوان ده هتلاقيهم مستنيين. قلت لها هما مين دول يا عسليه؟ خدت في وشها ولبست في القطر. طب ولما هي ناويه توديكي مكانها وتلبسك في حديد بدلها، ايه اللي يخليها تموت نفسها؟ وربنا لو عندي جواب للسؤال ده مش هحرمك منه يا ميدو. أنا قلت لك على كل اللي حصل. بالك يعني هي لو كانت ادتني حاجة تانية؟ أنا كنت هقول لك، هنكذبه ولا نحوره ليه؟ مفيش منك الكلام ده يا جدع. ده أنت زعلك نبي إنك ملصتي منها. أه والله يا ولد. طول السكة وأنا عمالة أقول من خرج من داره تقل مقداره، ونار هنا أرحم من جنة هناك. نور ربنا. تعملي إيه؟ اتكلمي. كلم حمو. عشان نخلصوا من موال البضاعة ده واديله الفلوس اللي استلفتها. اديله ايه؟ بعد ما هتدي لها ريسة؟ ده على قد ما هو متضايق انك ميتة، لو شافك حية مش هيحلك وهياكد خبر وفاتك بايده. لا ان شاء الله. هو ليه عندي غير ثمن البضاعة؟ واقطع دراعي ان هو اللي واخدها. لو انك لبستيه مع الحكومة وحطيني وحطيتي نفسك. في واحدة عقلها في راسها تعمل كده يا حب. ما بالعقل يا ولا، انت من ساعة ما شفتني وانت عمال تكيلي تكيلي تكيلي. انا مش فاهمة منك حاجة. اهدى كده وفهمني. لبستكوا في ايه يا عسلية؟ ادخل. ايه يا صبري؟ كل ده بتعمل شوية تليفونات؟ يا باشا جابر لسه واصل المنيا حالا، واحد من الرجاله بتاعتي اللي بيراقبوه عرف الكلام ده من واحد كان معاه. وبعدين ايه اللي حصل؟ هات من الاخر. هربت منه يا باشا. هو انت متأكد يعني هو كان خاطفها وهي هربت منه؟ اتكلم عادي لاخوها. ما هو اللي خطفها من المستشفى سعادتك ونزلت منه في الطريق ونطت في الميه عند المنيب كده تقريبا. يا نهار اسود يا نهار اسود، منار ما بتعرفش تعوم. يا حلاوه يا اولاه، يعني انا مطلوبه هنا والحكومه بتدور عليا؟ ما هم مفكرينك في حضن التراب، ما عرفوش انك حيه. حيه لما تبقى تلسعه. وما قلتليش ليه ولا الكلام ده اول ما شفتك؟ هو انا كنت فين ولا فين؟ انا من ساعه ما شفتك وانا راكب الدواره. وحشيش ايه اللي الحكومه لقيته في المطرح عندي؟ ومين حط الحشيش ده؟ معرفش. حمو بيقول ان انت. انا ايه يا ابو مخ ظالم؟ طب هو مخه فوت من اللي بيتعطى بقاله سنين؟ انت